لا بس على فكره ابتدى يتجرأ، هيخرج دلوقتي، هيعمل لنا جو فرحه. ابو حميد، انت جسدت شخصيه عبد الحكيم عامر قبل كده صح؟ صح، في مسلسل ناصر. اه مين من الشخصيات اللي موجوده دلوقتي على الساحه السياسيه انت ممكن تجسد شخصيتهم؟ او شخصيه واحده حتى مثلا لفت نظر. لازم يبقى شكلي يعني ولا مش لا لازم؟ انت حابب لو حبيت تمثله. اتمنى ان انا العب شخصيه البلدي والله. مع انه مش شكلي خالص يعني. هو ده شبه، مفيش شبه. هتحلق بقى؟ لا هو كده شعري في الظروف اللي احنا فيها دي هيقع لوحده، ما تقلقش. طب ايه بقى، تقلد البرادعي وهو قاعد على تويتر ولا هتعمل ايه يعني؟ لا انا بشوف ان ما يميز البرادعي انه قادر على التحاور مع اي حد، مع اي حد، حتى مع اكتر الناس عنفا هو بيعرف يتعامل. برادعي في ظل في وقت الثوره كان بيعرف يتحاور، كان ممثلا طبعا للثوره وللثوار. وهو الشراره بالظبط، هو الشراره بتاعت الثوره، الحق اتقال يعني. ده حقيقي مفيش شك يعني. طبعا. وحتى مع النظام السابق او ما يسمى بالفلول يعني برضو بيعرف يتحاور، حتى مع النظام الحالي هو عنده المقدره على التحاور، حتى لما بينتقدهم باسلوب بناء جدا، فانا بصراحه بحترمه جدا. حتى افكاره. انت فلول ولا لا؟ لا انا مش فلول خالص. بجد؟ لا خالص. ازاي تعرف التاني يعني اذا كان فلول ولا لا؟ لا هي الافكار بتبقى واضحه. لكن مش بالشكل يعني؟ لا شكل. بس دلوقتي حسب الافكار. يا فلول يا اخوان، مفيش حاجه ثانيه على فكره. صح دلوقتي بقى كده، بقت يا فلول يا اخوان. فعشان كده بقول لك بالشكل بيبان يعني. لا 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 انا مش فلول ومش اخوان، ربنا يسترها. احنا لازم ندعي ونقول يا رب. شفت الرئيس وهو في عيد الحصاد واقف وسط مزارع القمح بين اهله وعشيرته؟ شفت لما فضلوا حته من القمح كده وحطوا سجاده حمراء في وسط القمح؟ لا الحقيقه ما شفتش كل ده. لا فاهم ده يا احمد ازاي؟ كان الموضوع كبير. طب عايز اوري لك بيان من ابو قمحه. ايها الاخوه المواطنون، اهلي وعشيرتي، القمح الليله عيده. القمح الليله ليله عيده، جوعنا وشحتنا على ايده. استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب، نجينا من حبسه وحديده. القمح اهو وانت اهو والزمان اهو جابني اهو. القمح عاوز ايه؟ القمح مش عايز صوابع، الفلاح هو اللي عايز صوامع، وده معناته ان القمح والفلاح دونت ميكس. انما انا هنا بينكم، منكم ولكم، جيت بالبدله جوه الغيط ومعايا اربع حراس ومنصه وماشي على سجاده ولا مؤاخذه حمراء، كاني رايح السينا. التكريم اللي بنكرم بيه القمح الليله اغلى من تكريم مهرجان كان في فرنسا. هم عندهم السقف الذهبيه، احنا عندنا القمحة الذهبية. وتكريم القمح النهاردة يعني تكريم الفلاح. انا بكرم كل فلاح النهاردة وقف في الشمس وقفاه اتنقح طول النهار وهو مستني الكلمة اللي بقولها النهاردة في الغيط. الفلاح اللي استحمل غلاسة وتباتة الحرس اللي فتشوا ذاتي، ورغم كل ده بيسقف وبيطبل لكل كلمة بقولها على اساس انه فاهم انا بقول ايه. لان اذا ده دل على شيء فانه يدل على ايه؟ ان احنا لازم نزيد انتاج القمح. ليه بقى؟ عشان القمح اهو، وكل قمحة حب حلوة قلتها لي، كل بذرة شوق بشوق زرعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عارف انه فعلا كانوا حاطين بوابات الكترونية بجد، وكم حرس وكم اجراءات امنية غير عادية يعني. يلا عموما ادي قدرنا يعني. اللي اقول لي، هل هيجي عليك اليوم انك تشترك في عمل فني من انتاج شركه اخوانيه؟ ما اعتقدش. ممكن تسالني نفس السؤال؟
هل ممكن؟ ليه لا؟ طالما ان ممكن المحتوى نفسه، انا مالي ومال المنتج؟ يعني هو السؤال، انا مالي ومال المنتج؟ المحتوى نفسه ايه اللي هيحصل؟ ممكن ارد؟ رد. في اعتقادي انه المنتج الاخواني ما هوش بينتج، ما بينتجش علشان للفن. هو عايز يعمل فن، هو بينتج لهدف، لهدف، لفكره. ايوه بس انا بقول لك ليه لا؟ افرض مثلا واحد انتماءاته اخوانيه، ملحوظه. انا يعني اشتغلت في حياتي قبل كده اثناء النظام السابق يعني في مسرح كان انتاج الاخوان، وكانت افكاره كويسه جدا وكانت بتتسق مع افكاري انا شخصيا. لكن اعتقد انه في ظل تحكمهم في كل اللي بيحصل دلوقتي ده هم مش هيعملوا حاجه غير افكار تخصهم هم بيحاولوا يزرعوها. هو بيقولوا لي في ناس كتير مش عارفه احمد كشخص، متجوز، مخلف، بيحب بتاع الحاجات ديت، يعني ريحهم عشان واضح ان في لا هو انا متزوج. متزوج؟ ايوه. وتعول؟ لا اعول، اعول زوجتي حتى الان. تعول زوجتك، ربنا يرزقك ان شاء الله. وبس عايز وبحب زوجتي برضو. ايه؟ لا من الوصف الفني ولا لا خالص؟ انت منين اصلا يا احمد؟ انا اصلا من بنها. ومراتك من بنها ولا؟ لا من القاهره. من القاهره؟ اه. طيب يعني انت طبعا مشرفنا ونتمنى لك ان شاء الله النجاح، ونشوفك في رمضان في اعمال سواء ظابط او بلطجي، الاثنين يبقوا احلى من بعض ان شاء الله. وانا متوقع يا احمد يا رب ان شاء الله، لانك انت ممثلين اللي انا شخصيا بيشدوني انا شخصيا يعني. يا رب ان شاء الله. لو حبيت تقول كلمه لرئيس الجمهوريه تحب تقول له ايه؟ هقول له الحمل تقيل عليكم قوي، ف يا اما تعرفوا تشيلوه صح، يا اما تسيبوه لحد تاني يعرف يشيله. فاصل انبساوي ونرجع نتواصل مع الدكتور ياسر البرهامي.